قولوا له صباح الخير، فلوج جديد يا جدعان. النهارده هنطلع والدنيا بتمطر كده، في مطره غريبه يعني، ما حتى في الصيف برضو لسه المطره شغاله. عامه هنطلع النهارده الفلوج مع بعضينا، نشوف الدنيا عامله ازاي ونشوف الناس عامله ازاي. زي ما انتم شايفين انا في الحديقه الدوليه اللي هي في مدينه نورتش. مش حديقه دوليه، هي ما تعتبر يعني الحديقه الرئيسيه هنا في المدينه اللي انا عايش فيها دي، فكل الناس بتخرج في الويكند هنا في يوم السبت. انا على طول بعمل المكان ده في يوم السبت، او الفلوج ده في يوم السبت او يوم الاجازه، اكتر الناس بتبقى بره، فبتلاقي العمليه عندي يعني مليانه شويه، فيها ناس وكده، فده اللي انا بفضله. كل سبت الناس دي تطلع بره تعمل حفلات زي ما انتم شايفين. هم اغلبيتهم اللي هم مثلا بيطلعوا يعملوا زي نظام تجمعات صغيره كده، يطلعوا بره اللي هم يعملوا حفله، يغنوا واحد بالجيتار زي نظام تامر حسني كده في ايام الجامعه، الناس اللي هي كانت بتبقى بتتفرج على التلفزيون والكلام ده. فهم اغلبيتهم بيطلعوا بره يتمشوا ويعملوا الكلام اللي هو ده يا جماعه، وخصوصا ان في الصيف هنا المشكله ان مفيش شمس، فبس الجو كويس، فالجو الشمس انا مش هتفرق معاهم في حاجه، اهم حاجه يكون الجو يكون اصلا حلو. بس انتوا شايفين لما بتبقى مظلمه هنا، انا بحب انا الجو ده، الجو ده بيبقى فيه جو نظام شاعري. والحديقه اللي الناس رايحه جايه فيها دي اصلا حديقه جميله، وهي ببلاش، ما بتدفعش اي فلوس فيها عشان تخشها. الناس كده بتيجي اصلا على طول بتخش الحديقه دي وبتمشي وبتتفسح وبيخرجوا مع بعض والكلام ده، فاغلبيتهم من هم بيخرجوا هنا عادي يعني، تفهم يوم ترفيهي. بس هي مليانه اشجار، الاشجار دي انتوا شايفين ده واحد اتنين، الشجر في كل مكان. وهم هنا اصلا بيحافظوا على الطبيعه شويه. المكان دوت اللي ورايا ده مول كبير، بس مسموح ان انت تصور جوه لسبب ما. اي المولات هنا كلها في بريطانيا، هنا عشان تصور لازم تاخد التصريح الاول. ف شايفين يا جدعان المكان عامل ازاي؟ مكان صراحه يفتح النفس، يخليك اصلا تعيش الحياه بطريقه، وتبص الحياه بطريقه مختلفه. ف ناخد بقى جوله في المدينه. Thank you.
السوق اللي ورايا دوت ده سوق اللي هو الشعب اللي انا عملت في اخر فلوج. فاغلبيه الناس زي ما قلت لكم بيطلعوا يوم السبت والحد يطلعوا مثلا يتغدوا ويتمشوا فيه الكلام ده، ده سوق المستعمل اللي انا قلت لكم عليه المره اللي فاتت. فانا ده المكان المفضل بالنسبه لي لما بطلع مثلا اخرج بره اتمشى شويه والكلام ده، لان الحاجات هنا حاجات كويسه يعني حاجات رخيصه شويه. فلو حبيت مثلا اشتري حاجه الكلام ده بشتريها من المكان دوت. ف هقعد شويه كده اكل حاجه على السريع وبعد كده هنكمل الجوله بتاعتنا يا جدعان. للاسف شعب يعني في كان واحد بيسالني دلوقتي بيقول هل شعب بريطانيا شعب اجتماعي؟ للاسف في بعض الناس ما بتحبش اللي هي تبقى جنبك او ممكن تبعد عنك، ده للاسف يعني. انا كنت بجاوب على السؤال ده من شويه فحبيت انا اضيفه في الفيديو. تعالوا كملوا الفلوج تعالوا. ده وقت غدا الناس، الناس بتطلع هنا تتغدى، أنا بقول الكلام ده كله مرة. Thank you.
الشارع اللي انا ماشي فيه دوت ده شارع من الشوارع الرئيسيه هنا في نورتش. يعني مثلا لو جيت هنا المكان اللي انا اللي ورايا دوت بالظبط ده اسمه كوزمو. كوزمو ده بيقدم اللي هو الوجبات اللي هي بتبقى عباره عن تخش بوفيه وبتاكل اللي انت عايزه هناك، بتبقى حوالي 20 جنيه بالظبط دوت هناك. ده هنا مش عارف انت هتشوفوه في فريم، هو ده بالظبط. موس